رجعت لكم بعد الفاصل. ميعادنا اسبوعيا بيكون في الثالثه من كل جمعه، والاعاده بتكون في الثانيه من بعد منتصف الليل ان شاء الله. ودكتور عادل عبد العال قريبا في برنامجكم هيكون في انتظاركم، فكونوا في انتظار. رجعت مع الدكتور ميسون الفيومي وبتكلمني عن ان الاجازه السنويه للزوج والزوجه شيء مفيد في الحياه، بس بشرط ما يكونوش متخانقين قبل الاجازه. بالظبط. اول حاجه هو بيكسر الروتين السنوي اللي احنا عايشين فيه، كل يوم على وتيره واحده، لما بيجي حدث كده فالامور بتتغير. تمام. بيزيد نسبه الاشتياق والحنين. انا بشوف انه بالعكس، يعني يرجع مشتاق لك. بالظبط. في الثلاث ايام دول بالظبط بيرجع مشتاق ليا وللولاد وللبيت. انت عارفه هو قاعد فين ولا بيقول لك انا رايح اصطاد؟ طبعا لا عارفه قاعد فين، ولما بيبقى قاعد مع صحابه وكده بيتصل ازيكم، بيطمن عليا. بيطمن كلهم رجاله يعني؟ لا طبعا كلهم رجاله يعني. مفيش مفيش رحله كده؟ لا لا لا، ولو رحله فيها كده هروح معاه، لكن بما انهم كلهم رجاله فانا بحب ده. يعني بحب ان الراجل، لانه بس طبيعه الراجل، بتكلم بامانه، وفي سيدات كتيره جدا بتغفل هذه الطبيعه. الراجل ما اتخلقش يتحط في قفص، ما اتخلقش يتحط في قفص. جميل كلامي، حقيقي والله بتكلم بامانه. الرجاله لا، دي ده واقع خدين على ارض الواقع. الراجل ما اتخلقش يتحط في قفص، ولا لما تكون يا عم قفص من الماظ هيتخنق. نعم. لازم مساحه من الحريه. اول اتصال تليفوني في حلقه النهارده او تاني اتصال معايا، ايه